الآن نتحدث عن تصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا 2024 والمقامة والتي ستقام إن شاء الله في ألمانيا في صيف العام المقبل. سوف نتحدث عن المباراة الهامة للمنتخب الإيطالي مع نظيره الأوكراني. المباراة ستقام إن شاء الله بعد ساعة وربع من الآن. الأتزوري يريد من هذه المباراة أن يحصل نقطة لكي يتأهل إلى بطولة أمم أوروبا. في رأس مباراة قد نقول مصيرية المنتخب الإيطالي، دائما ما يضع نفسه في الحسابات. شاهدنا في كأس العالم الماضية وكأس العالم قبلها وبطولة أمم أوروبا لم يتأهل إليهم. فاز صحيح هو حامل اللقب في بطولة أمم أوروبا، لكن في هذه التصفيات عانى كثيرا. الآن مباراة مع أوكرانيا إن شاء الله بعد ساعة من الآن، لا حسابات كثيرة كون المنتخب الإيطالي سيلعب على فرصتين، فرصة التعادل وفرصة الفوز. ودائما بيحكوا صاحب الفرصتين هو اللي بيركن أكثر. نعم. فصاحب الفرصة بيفوز. أعتقد المنتخب الإيطالي، يعني أنت سبقتني وحكيتها، أنه دائما بيعاني وبيحط حاله بنفس المواقف. حتى في البطولة اللي أخذها في كأس العالم 2006، حتى في أمم أوروبا الماضية، كانت أنه حتى بيأخذها بمعاناة. صحيح. وإذا كان ما كان عنده في إشي في البطولة ما بكون المرشح والأقوى بالفعل، يعني بيلعب على قدراته، بيآمن فيها. ولكن أنا أعتقد يعني المنتخب الإيطالي ما بعد 2006 تقريبا، خلينا نقول حتى 2010، ما كان عنده لعيب ذات ثقة عالي، يعني ما في لاعب مثلا قائد بالفريق، يعني من آخرهم كارافارو، توتي. الفترة هاي بعدها ما أجا أي لاعب، حتى جورجينيو بنشوفه دائما بيشيل المسؤولية. الفترة الأخيرة هو بيشيل المسؤولية حتى بركلات جزاء، وبيضيع وبيتلقى مثلا خروج من كأس العالم، خروج حتى المباراة الماضية كان قادر أنه ينهي الموضوع وضيع ركلة جزاء. فأعتقد أنه دائما إيطاليا تفتقد للقائد الحقيقي. تغيير مدربين برضو الكثير، ممكن العقلية اللي أجت لسباليتي ممكن جديدة شوية على المنتخب الإيطالي. ولكن أعتقد أنا أنه عدم وجود قائد حقيقي في الملعب بالزخم اللي كان موجود زمان، حتى زمان كنا نتحير تقول مين قائد في أصلا في إيطاليا. صحيح. كان كله ما شاء الله قادة وكباتن يعني في الملعب. فالآن أنت بتفتقد، يعني حتى ماشي إنه في لاعبين مثلا نجوم في أنديتها مثل إنتر ميلان ولاعيبة مثلا باريلا أو جورجينيو أو كذا، ولكن لا يعني أنت ما بتصنفها بنفس قادة جنة كرة قدم لما كان يسمى إيطاليا. صحيح. أوكرانيا مرتاحة أكثر كونه ما لعبت في الجولة الماضية. إيطاليا لعبت مباراة أعتقد أنها كانت بالمتناول أمام مقدونيا الشمالية، فازت بخمسة أهداف لهدفين. لكن إيطاليا عليها الحذر وأن تلعب بأسلوب يليق بالمنتخب الإيطالي من أجل أن يتأهل إلى بطولة أوروبا، وأيضا من مصلحة بطولة أمم أوروبا أن يكون متواجد بها حامل اللقب. المنتخب الأوكراني عنده سلاح اللي هو الشراسة. كثير منتخب شرسة بيلعب ما في إشي يخسره أصلا، يعني لو ما تأهل للبطولة أوكي أنه مثلا بده يتأهل وكذا، ولكن لو ما تأهل الضغط الإعلامي والشو الإعلامي مش عليه كثير بسبب الحرب اللي عليه، بسبب الأمور هاي ممكن بس الناس تتعاطف معاه هنالك في أوروبا، يعني بتتعاطف معاه تعاطفا أنه يتأهل. ولكن زي ما حكينا إعلاميا وتشجيعيا وجماهيريا، حتى ألمانيا كدولة مضيفة أو اليو اي في الأوروبي الاتحاد بيحتاج أنه إيطاليا تتأهل أصلا، لأنه كجماهيريا وقوة وشعبية الكرة الإيطالية هي إلها الكعب الأعلى في تكون في الموجود في البطولة. لحسن حظ إيطاليا أن المباراة لن تقام على أرض أوكرانيا، ستقام في مدينة ليفركوزن في ألمانيا، ممكن هذا يعطيها دافع ايضا. بالطبيعي يعني انه هي لها اصلا بنحكي، يعني انا كنت احكي في سلاح انه الارض لها، ولكن تلعب خارج ارضها تقريبا الجمهور ما راح يكون فعال مع المنتخب الاوكراني. لكن اوكرانيا ايضا تبقى مرشحه شرسه جدا. انا يعني المنتخب الاوكراني من زمان يعني فريق غير مرشح ولكنه شرس، لاعبين بيوجد عنده بده يظهروا حالهم عشان يكونوا مثلا متواجدين في افضل فرق اوروبا. من ترشح في هذه المباراه؟ اعتقد الخبره الايطاليه. نعم، نتمنى ان تتواجد إيطاليا، لكن بشرط إذا أتت ركلة جزاء لا يلعب جورجينيو. لا جورجينيو لا ممنوع. نتابع الآن جدول ترتيب هذه المجموعة قبل مباراة الليلة. إنجلترا طبعا المتصدرة والتي تأهلت مسبقا إلى بطولة اليورو ب19 نقطة، إيطاليا ثانيا ب13 نقطة أمام أوكرانيا بنفس الرصيد، لكن المباراة التي أقيمت في إيطاليا فاز فيها المنتخب الإيطالي، ذلك هو متواجد في المركز الثاني. مقدونيا الشمالية فقدت الأمل كليا ب7 نقاط، ومالطا في المركز الأخير بدون أي نقطة. نبقى في تصفيات اليورو ونذهب إلى منتخب هولندا الذي تأهل
رسميا إلى هذه البطولة بعد فوزه على إيرلندا بهدف دون رد. المباراة كانت مقامة في ملعب يوهان كرويف أرينا ضمن الجولة التاسعة من منافسات المجموعة الثانية لمنافسات مباريات تصفيات يورو 2024. فيخورست هو الذي سجل هذا الهدف. هولندا أيضا من الكبار بأوروبا، استطاعت حجز مقعدها في اليورو. طبعا مشجعين الهولنديين يريدون تحقيق هذه البطولة، فريق لا يستهان به مع المدرب رولاند كومان. مع مضي الوقت ممكن أن يخلق هذا المدرب فرصة بالفوز في اليورو في الصيف القادم. زي ما حكينا عن إيطاليا، المنتخب الهولندي بيملك برضو شغلة غريبة دائما، أنه بيلعب كرة جميلة ومدعوم جماهيريا وإعلاميا، وعنده نجوم دائما لا تعد ولا تحصى، حتى إعلاميا محمي في هولندا، بيحموا المنتخب ولاعبينه ونجومه، بيدافعوا عنه دائما ما بيهاجموه. مع ذلك بتلاقي انه ما بيحقق بطولات، بتوصل لقمة الثم زي ما بنحكيها، وما بيجيب الكأس او ما بيجيب البطولة. فدائما بتحس في شيء ناقص في المنتخب الهولندي. يعني المنتخب الايطالي عكسه، مرات ما بيلعب، مرات بيعاني، مرات كذا وبيجيب البطولة، ولكن المنتخب الهولندي عكس ذلك. اعتقد المنتخب الهولندي عنده المقومات كاملة، عنده الثبات مع وجود رونالد كومان. اعتقد في يعني مجموعة شابة مع عودة فرانك ديونج بالإصابة. صحيح. اللي هو يعني الحجر اللي بيبني عليه الفريق كامل. اللاعب اللي احنا شايفين يعني كيف تأثر حتى برشلونة كناديين فيه بغيابه، فأكيد في المنتخب الهولندي له ثقل عالي. المنتخب الهولندي قادر، مع انه جاب ثاني مجموعة وتأهل بصعوبة يعني من آخر تقريبا جولة، ولكن انه المنتخب الهولندي قادر انه يحقق البطولة، ولكن بضمن الشروط اعتقد اللي هي انه يلعب بواقعية اكثر. هو بينظر للجمال، بينظر للشول اكثر، ولكن لا، يلعب بواقعية اكثر. اعتقد البطولة ممكن يكون منافس حقيقي عليها. من نظر فراس، يعني ليس هناك يعني بالفرق المتاهلة ليس هناك يعني فرق كثيرة مرشحة، يعني لو نعتبر انه فرنسا وانجلترا ممكن ابرز المرشحين للفوز في هذه البطولة، لكن دائما ما تحضر المفاجآت في هذه البطولة. احمد في السنوات يعني في الفترة الماضية حتى الفرق بطلت يعني ذات ثقل عالي. يعني صحيح. احنا لما قبل شوي حكينا عن ايطاليا، لو نرجع حتى فتره ايطاليا ما حكينا عنها، كان المانيا قوي جدا، كان مثلا المنتخب الاسباني بجبروته، ولكن حتى اسبانيا بتلاقيهم شباب كثير. هي تغيير جلد تقريبا، اغلب المنتخبات الاوروبيه صارت تبعد اللاعبين الكبار وتجيب لاعبين شباب وتبني فرق للمستقبل. هي مرحله نقليه، بدون تقول اللاعبين الصغار مثلا مكان الكبار. فهي اعتقد انا رأيي الشخصي انه بكل اوروبا بتمر المنتخبات بركود، حتى الالماني كان الالماني مخيف جدا دائما. صحيح. جدا الالماني قاعد بيتلقى هزائم ودية يعني وكذا بشكل شوي مهين، يعني حتى مع اليابان هذيك اليوم مع كذا، فكان اخر خساره مع تركيا، اخر مباراه قبلها مع اليابان بخساره مذله اعتقد. فالفكره انه يعني الفرق كلها يعني زي ما بيحكوها، اللي بيكون متماسك اكثر هو اللي بيقدر يحقق بطوله. ونظام التصفيات تتيح للمنتخبات، ممكن زي ما حكيت انت بالفعل، هي ممكن يعني التصفيات ممكن تكون على الورق سهل جدا. هي اصلا تحضيريه بتحسها. صحيح. يعني لهم مباريات تحضيريه للبطوله، حتى البطوله دوري الامم اللي بيعملوه بدل المباريات الوديه اللي استحدثوه في المواسم السابقه، برضو كان انه بيعطي طابع تنافسي واعطى فرص لبعض الفرق انها يعني تعطي شوي لها، تصير عندها قوه، مش بس مباراه وديه وخلاص يعني بنلعب مباراه يعني وبس. هل ممكن انه الاتحاد الاوروبي كره قدم يغير من نظام التصفيات في المستقبل؟ صراحه احنا بنشوف تصفيات لامم اوروبا وتصفيات لكاس العالم بنفس الشكل، هناك فرق لا تستحق صراحة أن تكون في التصفيات النهائية. ممكن أن يكون بالفعل يعني يكون غياب المتعة عن المباراة. بالفعل يعني فرنسا تفوز على جبل طارق ب14-0 تقريبا، يعني كمان يمكن ما لعبوا كرة قدم أصلا كمان يعني هيك. صحيح. فالفكرة أستاذ أحمد أنه أعتقد يجب أصلا هم عليهم في أوروبا أنهم يقسموا نفس ما هم يعني عاملين نظام آسيا ممكن يكون بالفعل أنه مثلا ممكن خلص في ألف وباء. نعم. بيتأهل مثلا أفضل مثلا أربع فرق في خلينا نقول هذا الأندية المتأخرة، هاي أفضل أربع فرق ممكن له المحاولة. صح. شرف المحاولة أنه ممكن يتأهل، ولكن أعتقد أنه بصراحة في فرق يعني بيتسجل عليها أهداف ورقام قياسية وناس يعني بتطلع ظهر ناس في الأرقام القياسية. صحيح. بسبب هاي الأندية. صحيح. يعني بسبب هاي المنتخبات. أسف. طيب. من المنتخب الهولندي إلى المنتخب البرتغالي الذي أنهى التصفيات بالعلامة الكاملة بثلاثين نقطة بعد فوزه على المنتخب الأيسلندي بهدفين دون رد. يعني شاهدنا المنتخب البرتغالي هو الأفضل رقميا من حيث النقاط، لم يخسر، لم يتعادل،
بنجوم الكبار بمدرب جديد روبرتو مارتينيز، 30 نقطة من 10 مباريات، شيء كبير المنتخب البرتغالي ورقم قياسي تسجل بأعتقد أول فريق بيحقق هذا الأمر، أنه بيجيب 10 مباريات 30 نقطة وبيفوز بالعالم الكامل. المنتخب البرتغالي يعني ممكن نحكي عنه يمكن أكثر فريق متكامل مع فرنسا، أنا يعني هاي بشوفها في أوروبا بكل عناصر بكل مكان، في عنده لاعب نخبة. المنتخب البرتغالي ظلم في كأس العالم الماضي بسبب مدربه سانتوس، بتشكيلته بخزعبلاته كانت في المباريات، شفنا مثلا زي كريستيانو رونالدو اللي ما بيشارك أساسي، بأسلوب الدفاعي كثير كان في أمور، أنت يعني بالعكس يعني أنا بتفاجأ أنه في لاعبين عنده كانوا موجودين بيلعبوا في أفضل فرق أوروبا واكتسبوا خبرة، يعني مثلا برناردو سيلفا، حتى مثلا برونو فرنانديز، حتى مثلا جواو فيليكس، فعنده لاعبين يعني أنت بتحتار في بعض المراكز تحتار مين تشارك، ولكن هو كان بصراحة بيأدي هذا عكسي عنده، ما بيعمل إشي مثلا كويس أنه منافسي، أو مثلا أنه عنده لاعب غاب بيقدر لاعب يغطي مكانه، لا كان عنده الوضع سيء، بالعكس كان بيعكس على الفريق. إذا بتلاحظها كان لما يجلس رونالدو على الاحتياط كان يعكس على الفريق أنه الفريق يخسر، مش أنه يقدم كرة كويسة، بالعكس كان بالأخير يحتاج رونالدو ينزله. فأعتقد أنا مع قدوم روبرتو مارتينيز اللي اكتسب خبرة وكان مستوى ثابت مع منتخب بلجيكا سابقا، قدر أنه حتى كانوا عليه منافسة قوية من أكثر من منتخب مع بلجيكا رغم النجوم. لا لا ما لها دخل النجوم استاذ احمد، لانه مرات النجوم ما هي بتكون هي، يعني حتى البرتغال نفسها متواجد مع المنتخب البرتغالي النجوم، بالفعل احنا بنحكي البرتغال نقل نوعي ما بين كم من شهر فقط، نقلوا نقل نوعي انه بيقدر يفوز بكل مباراه، يعني حتى لو كان الفوز انه فقط للفوز. ماشي مجموعتهم كانت يعني مش هالمجموعه العظيمه، ولكن انه بالعكس خلاهم مستواهم ثابت، اعتقد راح يكون لهم اسم وكلمه قويه في يورو القادم في المانيا. هل سيكون كريستيانو رونالدو بتوقعاتك متواجد في هذه البطوله؟ اعتقد هي راح تكون، هل سيعتمد عليه مارتينز بالشكل الاساسي كما يعتمد عليه الان؟ لغايه اللحظه يعني ما بنقدر نجزم، ولكن اعتقد تواجده ممكن يكون موجود، لانه اعتقد المنتخب هو كرونالدو ممكن يكون هاي اخر بطوله كبيره له مع المنتخب يلعب فيها، لزياده الارقام القياسيه، وايضا كمان ممكن يعني تسجيل اسمه باحرف من ذهب اكثر مما هو مسجل. هو ممكن يعتزل، هو حكى ممكن يعتزل بعد 2026 بعد كاس العالم. ممكن يعني ممكن يكون تجربه الجسم بيعطي يعطي الله يقوي. طبعا كريستيانو رونالدو طبعا من النجوم الكبار، وهو هداف المنتخبات العالمية، صحيح الآن يلعب بدوري ممكن ما كان حدا متوقع أنه يصل للدوري السعودي، لكن الدوري السعودي الآن دوري عالمي، لكن كريستيانو رونالدو دائما يعطي المثال الحسن للاعب المجتهد على نفسه، الذي يشتغل على نفسه سيبقى يعطي حتى ممكن رقم، الآن العمر يصير رقم في رأسه. أكيد كريستيانو رونالدو عنده عقلية جبارة احترافية وعقلية جبارة للتنافس يعني، وأعتقد لو لاعب ثاني كان متواجد في فترة كريستيانو رونالدو مع ميسي سقط زمان مع عقليا ونفسيا، يعني سقط أمام ميسي، لأنه مرت فترة لما ميسي جاب 4 كرات ذهبية كان رونالدو بيجابه أنه يرجع وجاب الكرة الذهبية مرتين وثلاثة بعديها.